أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني لحضور مهرجان جلالة الملك المفدى لسباق الخيل، والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. حضر سباق سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو. وقام نائب راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس جلالة الملك المفدى، حيث قدم سموه كأس جلالة الملك للجياد العربية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم كأس جلالة الملك المفدى للجياد النتاج المحلي إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، ثم قدم سموه كأس جلالة الملك المفدى للجياد المستوردة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة كأس الميثاق إلى المالك الفائز محمد خالد عبد الرحيم، فيما قدم السيد جيسون سينغ ممثل شركة تترسيلز كأس تترسيلز إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. هذا وقد اشتمل السباق على 5 أشواط.